السمير راه مزيان كيتعسل مزيان وكيتعسل مزيان وهو اللي تيتكل المنطقة كلها هي. فيه المذاق زين؟ فيه واحد المذاق مزيان بوحدو خاص به، ما كانش شي مجهول ولا شي حاجة، لأن كان في هذا البوس حمدي فقط. فاش كان هذا المذاق كل المنطقة ديال الصحراوة كيمشيو البوس حمدي، والنخلة ديالو ما كتموش، ما كيقبضها ضيو، وكتولد على ثلاث سنين كتولد كتعطي المنتوج ديالها. ثلاث سنين بعد الغرس. كتغرسها ثلاث سنين كتعطي، وما تيقبضهاش بيو لأنه هو من النوع الأحمر مزيان. هذا هو الشكل ديالو. هذا كيصبر حتى عام عام ونص، ما يخسرش واخا اللي ترقد مزيان، هي ما يدخلليش البرد، البلاستيكة ما يدخلليهاش البرد، داك الهواء هي اللي كدير داك السوسة. حنا كنديرو في بلاستيكة ما يدخلليهاش البرد، وكنحطو فوق وحدة فوق وحدة وكنحطوه، ما يخسرش، كتجي كتحل كتاكل منه.